حياكم الله. الضغط على زر النشر في التواصل الاجتماعي بات كالضغط على زناد القتل في العالم الواقعي. مساحتان تختلفان بالعنوان لكنها تشتركان بعدم وجود بوابة أمان. استهدافات تطال تسميات شبكات ومنظومات ضاعت هوية الجناة فيها، فحظرت الإجراءات والتوجيهات لوضع حد للنهايات السائبة لمختلف الجرائم المرتكبة. هل ستكون الخطوات المقبلة سريعة وفعالة في كشف الجرائم، أم أن للطرف الهارب حديث آخر في يوم يحتفى به بحرية الصحافة في دهاليز السجون أو درابين القمع والمساءلات القانونية؟ محور حديث ملفنا الأول راح يكون حول توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لوزارة الداخلية بشأن الجرائم الجنائية والاعتداءات على المرافق الاقتصادية بعد موجة التصريحات بالتهديدات التي طالت مواقع التواصل الاجتماعي. ينضم إلينا في هذا الملف الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سرمد. بصراحة كل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنا تهددت، أنا راح أتعرض لعملية قتل. طيب من المسؤول عن هذا كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا سؤالك يثير الكثير من الجروح حقيقة في هذا الوقت بالذات. نعم. هنالك من لا يريد لهذا البلد أن يستقر حقيقة. يعني شوفي أنت انتبهي على وضع الجرائم، على يعني يوم أمس تعرفين هذا الدكتور فيصل الحويزي أعتقد قتل من أجل السرقة والتسليب، قبلها هذه الفاشيستة، وقبلها تشوفين انت الفيديوهات اللي بالبصرة وغيرها. نعم. هذا يعني هذا في وضع العراق ده ينفتح للعالم الخارجي، يريد سوى علاقات ويا الولايات المتحدة، سوى علاقات ويا السعودية، ذهب يعني ويا تركيا زيارة أردوغان، ده نأمن سلة غذائية المواطن حقيقية ممكن أنه يستفاد منها. طيب. لكن يأتي مثل هذا النفر الضال ما عنده شغل وعمل، قاعد وراء الكيبورد. طبعا بالمناسبة مو ذولا، يعني انت أمزين جايبتني مو بس فقط أنه أيضا أنا مثال ممكن أن تستفادين من عنده. طيب. يعني من أتكلم مثلا محمد الشيعي قام بعمل جيد، احنا مراقبين واجبنا ان نثني على العمل الجيد، واحنا تكلمنا وياه قلنا له اذا ننقد قال ما عندي اي مشكله بالنقد. يعني تتورطين تقولين يابا هذا العمل ممتاز وجيد، تنهال عليك المسبات، تنهال التهديدات. طبعا هذا التليفون يعني اذا افتح تشوفين يعني بامور احكي مرات يقول لي مثلا انت والله حقك طلقه. هذه أنا سبحان الله ما أعرف شو الموضوع، لكن هاي مثال حي قدامك. زين يعني هسه حضرتك تتعرض لتهديد بالقتل؟ كثير كثير والله. قلت لك لو أدري بهذا الموضوع كان فتحت لك مثلا البيج مالتي وتشوفين. زين شنو الأسباب؟ احنا اليوم نريد نقتل أستاذ سرمد البياتي، شنو السبب؟ اختلاف بالفكر، اختلاف بالفكر، سبحان الله اختلاف بالفكر. شقد نوجه ونقول يا أخوان أختلف وياكاني بالعقيدة هاي الهند، أخذي الهند، أخذي الباكستان، أخذي حاليا بريطانيا، رئيس وزراءها مين؟ هندي، هندي رجال هندي. هاي الدول سيخي اللي تتحدث عنها بيها قانون صارم، ما تترك الجريمة نهاية سائبة مثل ما يصير بالعراق. هو شوفي ست فرح، إذا أريد نطلع بنتيجة جميلة ويتقبلها المشاهد من هذا البرنامج، يعني
خلينا نخلي حقوق الإنسان على صفحة بس يعني أصبح من اللازم أنه تنفيذ العقوبات الشديدة وهي الإعدام. يعني أنا البارحة هذا الدكتور اللي قتل وبمكانه مشتف وعمره 88 ما أعرف 86 سنة، يعني شنو ممكن أنه تعاقبين المجرم؟ السجني 10 سنوات لو 20 سنة وباكر عقبه يرتب له تقريبي اما يهرب من السجن. هو قانون العراقي ايش يقول في مثل هذا؟ اعدام. طيب لعديش حضرتك بتذكر على خلينا نحكي على المواقع التواصل اللي قاعده يقتلون والنهايه تترك سائبه اساسا. مو هي هاي، هي هاي المشكله يعني هسه هي هاي النهايه السائبه، يعني هذا كلش خطر. ما اعرف تيجي مؤثرات على ناس معينه انه اتركوا هذا الموضوع او لا، بس لكن ماكو واحد من مواطنين العراقيين يقبل بانه تترك الاثر. حتى هسه ما نفهم وين النتيجه. من هذا هذا الولد اللي كان باربيل نور ما اعرف شو اسمه زين، قبلها كم وحده تارة وما اعرف شو هواي فشل. مو بس مو ذني الفانس، اكو غيرهم سيد، اكو غيرهم ناس بشر. هسه البارحه فيديو سرمت. اذا هو ضعف امني، ضعف استخباري، ضعف اداري، المشكله لا. وين؟ ممتاز هذا الكلام. السؤال اولا مو نقطة واحدة، اولا ضعف الاستخباري. انا بالنسبة لي طالبت اذا تذكرين قبل فترة طالبت باعادة تقييم القيادات الامنية، ولحد الان اصر على هذا الموضوع، واعتقد وياك قلت اليوم برمضان لو قبل رمضان صحيح في رمضان قلت لك يا ست فرح احنا متفقين لرئيس وزراء المدير العام يتقيم خلال 6 اشهر، وكيل وزارة يتقيم خلال 9 اشهر. اليوم اني هسه مو مشكله الجرائم تصير بلندن بامريكا بكل الدول تصير جرائم، لكن احنا نريد نوصل للنتائج يا ست فرح. اريد اقدم واحد للمواطن هنا بالتلفزيون اقول هذا اللي اختال فلان او هذا اللي قتل فلان. يعني هذه تطمئن المواطن. اريد اسالك بصراحه شنو علاقه الفاشينيستات بالسياسيين وبالشخصيات المعروفه؟ لانه المواطن قاعد دا يحكي دا يقول الفاشينيستا تليفونها مليان شغلات تتعلق بالسياسه، تتعلق باشياء اخرى، ولذلك تم تصفيته. هذا الاتهام اليوم اللي دا تواجهه الحكومه. لا يعني اني طبعا اول يوم اخطات اني واعترف بخطئي بانه قلت انه سرقوا التليفونات، لان هذا اللي اتمرر ان من خلال الناس الموجوده. نعم. هناك لكن بعد ذلك اتضح انه ما سرق تليفوناته يعني ما اعرف يعني شنو السبب. لكن ايضا هذه قله الضبط العسكري. اليوم اني اذا ضابط ست فرح تعرفين اني ضابط سابقا طبعا، والله نخاف نستحي ولحد الان هذا الخجل بينا، نستحي مرات تنعزم او شيء يعني بالعزيمه واحنا قاعدين هيك بهالاسلوب هذا زين. اقول زين انتم هل لهالدرجه يعني عندكم قسم منهم يصيبهم الضعف او يصيبهم هذا الموضوع؟ وانتم وسائل التواصل دشوا فيها انت يعني تفتحين التيك توك بلوه بلوه يعني هسه مو مشكله احنا ما نسد التيك توك، لكنه قلنا المحتوى الهابط وقلنا المحتوى الهابط انه برجعوا اقوى من المره الاولى سبحان الله اللي كانوا بيها. هسه القاتل حر طليق، وهم دا نسمع الفاشن استاذ يقولون تعرضنا للتهديد للقتل، صفحوا سياراتهم زين. هذا مو ينطي حمايات من الداخليه. طيب يلفون على ضباط خابرني يقول جننوني يردن حمايات، مين يجيب لهم حمايات؟ على اي اساس يتم توفير الحمايات لهم؟ لانه دي يستهدفون مو فقط الفاشينيستات اليوم، اي شخصيه يراد ان تتم تصفيتها يتم تصفيتها اساسا. وهذا راح نرجع لنفس السؤال لو تعد ضعف استخباري مو تاخذين البرنامج خليني احكي لانه مقهور تفضل. لو تعد مين المجرم وكل العالم تعرف بين عدم، اكو واحد يتقرب يفكر يرتكب جريمه يقول لك اني اذا لو عندش كاميرات تغطي بغداد 360 درجه ليش النص الطريق وابو الدراجه يضيع عليه؟ زين لو اني ادقق هسه امشي نطلع ونوصل بيتنا، اذا مو 3 أو 4 نقاط تفتيش اني معتب. زين شلون يمر ابو الدراجه وشايل المسدس؟ هذا السؤال انت خبير هسه شلون يمر؟ انت تجاوبني عليه يا استاذ. اي غير معناته التسيب، يعني ايش تعطيني غير تسيب؟ غير لو تواطؤ. لا موكو تواطؤ، انت مو معقوله عده سيطرات، لكن اولا الشرطي يتعب مثلا يوقف 6 ساعات. اختلف وياك في وجهه النظر، احنا نفتش هسه، حضرتك مواطن انا مواطنه في الشوارع العراقي،
أتم التدقيق، شلون يمر أبو ديليفري ويا قاتل ويا أسلحة ويقتل ويطلع بهالشكل ويا كاميرات المراقبة ويا هذا الجهد ولا الاستخبار. يوقفون واحد ما باوعهم؟ مرات عاتبه أقول له أنت وقفتني ما وقفت هذا، ليش ما توقفه؟ هذا أخطر مني. زين يقول لي ها أستاذ ما هو شيء يريد مثلا يثبت شطارته قدامي بأنه وقفني. بابا أنت هسه ذولا العبرة شنو؟ زين على كل في كل أحوال ست فعلا خلينا نأكد على تنفيذ العقوبات الصارمة. تعرفين ايش قد قديش ناس عليها أحكام إعدام وما تنفذ؟ اليوم أنا مرتكب جريمة وقاتل، ايش أنتظر قاعد داعي الفأطي أكل وشرب؟ إذا الاستئناف خلص والتمييز خلص وكلها الحكم إعدام إعدام، ايش تنتظر؟ أنتظر رئيس الجمهورية ايش وقت يوقع على ورئيس الجمهورية ما راح يوقع. من زمن كاك جلال الله يرحمه قال والله حقوق الانسان وحقوق احنا ابتلينا بحقوق الانسان. بابا لازم يصير رادع المجتمع فرح. زين نعم. شبكه قاده امنيين، شبكه ابتزاز كانوا بها قاده امنيين معروفين، تفككت هذه الشبكه. زين شو النوب؟ الوضع رجع اسوء. شلون الفيلم بالتحديد اساسا؟ ها لانه ما ظهرت نتائج التحقيق الاوليه. شوف ست فرح، اليوم انت من تعلنين عن موضوع اي يجب أن تكملين النهاية، لأن المواطن شو يسوي؟ يظل يسأل، يظل يسأل الناس بالليل وين تروح؟ ناس أكو ما عليك بدول الأغنياء اللي يطلعون يتونسون، لكن الناس الفقراء يا أما يشغل تليفون يا أما يتفرج بالتلفزيون، فدي يتابع يا أبو وين صارت هاي المشكلة؟ شو سدد؟ عرفتي شلون؟ فلذلك يجب أن ما نترك النهايات السائبة اللي تكلمتي عليها، يجب أن أوصل إلى النهاية وأقول اتضحت وين نهاية المجالس التحقيقية. من وجهة نظرك هسه الفاشينيستا أم فهد لو ما سيد القائد مسعود ترى ما يروح بالليل وزارة الداخلية، أنا هذا رأيي. شلون؟ شفتيه أنت بالفيديو؟ شفتيه بالفيديو سيد السوداني؟ يعني أنا أعتقد بأنه يريد عمل أكثر جدية، يريد عمل أكثر شدة، ما أدري هاي قراءتي. هل سيحاسب قاتل الفاشينيستا أم فهد؟ يا هو راح يحاسبه وغير يلقوا اول شيء راح يعني راح يلقوا ما راح يلقوا راح يحاسبوا شنو الوضع؟ راح تترك النهايه مفتوحه كسابقات؟ والله يصيرون موقف ضعيف امام الشعب امام المواطن، مو لانهم فهد يا ام فهد ودين كتلون غيرها انواع، لكن يقول لك اريد نعرف منو اللي ينفذ، شلون نفذ، شلون عبر هذه المنطقه. وانتبهتي عليه قاتل محترف مو قاتل بسيط، هادئ جدا. يا ترى هل كان هنالك بالمنطقة موجودين يعني سيارة أو سيارتين ويراقبوا له؟ ترى هاي العملية ست فرح أصلاً حتى هو مشيك هذا السياج مال البيت اللي خلى الدراجة وراه وراح لي غادة تمشي ورجع وأطلق طلقات، هل هو ضامن أنه ما حد راح يطلع له من المنطقة؟ أدري أستاذ سرمت هسه حضرتك أنت أيضاً مهدد بالقتل كلية إن شاء الله كل العمر، لكن سؤال لحضرتك هيك يعني هذا ابو الدليفري نام قاعد قال والله استهدف استاذ سرمد؟ لا هذه اكو جهات وراه وجهات منظمه جهات وراه. شلون نوصل لهذه الجهات؟ اي هذه العمل الاستخباري، هذه العمل الاستخباري مهم جدا في هذا الموضوع. زين هذا العمل الاستخباري وكيف بانه يكون رجل الامن مسؤول مسؤوليه حقيقيه في 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 انه الوصول الى موقع الجريمه بالاضافه الى التقنيات الحديثه. كم مره قلنا الكاميرات يجب أن توصل هذا يتابعوه يوصل شوف وين دخل وين راح، يروحون يلقون قبض عليه كائن من يكون. إذا تريدين تفرضين أمن حقيقي في هذا البلد. طيب لا. اسمح لي الآن أرحب بالأستاذ علي البنداوي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية. سيادة النائب حياك الله. كلجنة أمن ودفاع كيف تقيم الوضع الأمني في بغداد بعد سلسلة التهديدات والاعتداءات التي نشتها في مواقع التواصل وانعكاسها على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمتابعيكم الكرام. حياك. طبعا دائما نراقب عن كثب الوضع الأمني في البلاد بصورة عامة في لجنة الأمن والدفاع وفي العاصمة بغداد الحديثة بصورة خاصة. يعني الوضع الأمني يكاد أن يكون بدرجة جيدة جدا، ولكن للأسف الشديد في الآونة الأخيرة ظهرت بعض عمليات الاغتيال، واعتقد هي ليست عمليات يعني تصفيات سياسيه بقدر ما هي قضايا جنائيه. ويعني نامل ان شاء الله من الحكومه ومن وزاره الداخليه بصوره خاصه
ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري وانتشار العناصر بصورة جيدة. طيب. ومتابعة المجرمين. طيب. الذين يتأشر عليهم هكذا حالات. ولاحظنا بالآونة الأخيرة كان هناك يعني فعالية جيدة جدا من قبل وزارة الداخلية في منطقة البتاوين وباقي مناطق العراق. نعمل إن شاء الله أن يتم متابعة هذه الأمور متابعة جدية من أجل القضاء على هكذا. طيب أستاذ علي، نعم، أول شيء الجرائم هذه مو في هذه الآونة الأخيرة، حدثت سابقا لكن تركت نتائج التحقيقات سائبة ومفتوحة، ويقال أن منطقة البتاوين يعني عاد النشاط السلبي إليها بعد فقط خروج القوات الأمنية. شنو رد حضرتك على هذه النقطة بالتحديد؟ إذا أمكن بس تعيدي للمواضح. سألت حضرتك قلت لك هذه الجرائم مو بالآونة الأخيرة، في السنوات الماضية شفنا فاشينيستات وبعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصفيتهم بالفعل، لكن تركت نتائج التحقيقات مفتوحة وسائبة. أما فيما يتعلق بمنطقة البتاوين الآن عود ورجع النشاط السلبي في هذه المنطقة كما يقول البعض، لست متأكدة وأود أن أسمع وجهة نظرك حول هذه النقطة. نعم ست العزيزة، في كل بلد يعني هنالك جرائم، يعني اللي تحدثت فيه قلت أكو وضع أمني في البلاد إذا أخذناه بنظر الاعتبار على المستوى البلد بصورة عامة، تعرفين جرائم منظمة، جرائم داعش، عمليات القاعدة وأدواتها، لذلك الوضع الأمني تحسن يعني بنسبة يعني ما بالغنا بنسبة 90%. طيب. تبقى هنالك نعم بعض الجرائم الجنائية، بلد مثل العراق يعني للأسف مر يعني بنعاشي كثيرة، لابد أن تظهر هنا وهناك، وأعتقد يعني الأجهزة الأمنية دائما ما تقوم برصد. طيب. غير الرصد، نعم، كجهة تشريعية كجهة رقابية استضافت وزير الداخلية للوقوف على هذه الأسئلة المفتوحة سيادة النائب؟ يعني بالآونة الأخيرة حقيقة لم يتم استضافة السيد وزير الداخلية، كانت لدينا مجموعة من الاستضافات للقادة الأمنيين ومنهم السيد وزير الداخلية. نعم الاستضافات مستمرة لسادة مدراء المديريات وكذلك يعني للمسؤولين الأمنيين، وأعتقد يعني خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله سوف يتم استضافة السيد وزير الداخلية أو وكيل شؤون الشرطة من أجل الوقوف على هذه الجرائم الأخيرة التي حدثت. نعم. في بغداد وفي المحافظة. شكرا جزيلا النائب علي البنداوي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. إذن أستاذ سرمد، شلون نشوف عمل وتقيم عمل لجنة الأمن والدفاع النيابية؟ ست فرح، هاي اللجنة مهمة جدا وتشريعية وبالبرلمان. أنا اليوم المفروض هذه مشرفة على هذه الآن، أول ما صير مثل هذه الحوادث ما أنتظر أنا أسبوع، أنا أعرف هم بعد أسبوع يلا راح يستضيفون يمكن أعتقد الفريق ماهر وكيل الاستخبارات، لكن إحنا حوادث تصير، هذه الحوادث حوادث قتل أرواح بشر، ما أجلها أنا أسبوع. قال لك طبيعية في العراق، إحنا بلد قال لك هذه تحدث في كل دول العالم. سيادة النائب رد على حضرتك بهذا، زين يعني تشوف هاي طبيعية؟ تريديني أقتنع بيه أنه طبيعية؟ يعني هسه أنت مثلا ست فرح بيومها أنا بيوم اللي انقتلت بي أم فهد، زين تعرفين كم قناة دولية وعربية اتصلوا بي وكان بها حقل كورمر مضروب قبل ساعة؟ صحيح. زين هذا موضوع قتل امرأة بالعالم ما يعرفون هي شنو، يسموها فاشيستا، الفاشيستا عندهم مو مثلنا على اعتبار عارضة ازياء او شيء، وهذا فاشينيستا بالعراق شنو عندنا؟ ما احنا عندنا غير شيء. إيه هي اريد افهم الغير شيء، تعريفها غير شيء، مثلا تعرض او تسوي يعني اعلانات او شيء من هذا القبيل، لا احنا غير شغل، يعني العرض مالتهم بالتيك توك غير شيء. لكن انت بالمجتمع الخارجي من يقول لك مقتل امراه والفيديو انتشر، العربيه تخابر، فلان خابر، الحره تخابر، يعني اكو جهات سياسيه وراء هاي الاستهدافات، ما مبين كل شيء، اي تحقيقات ما وصلتنا ولا اي شيء، اي شيء اي معلومات ماكو باستثناء انه وصل الى مكان معين وانقطعت الكاميرات. هو طبيعي ماكو معلومات عن نتائج تحقيق؟ هم ما عندهم،
ما اعرف يلا منو هذا اللي دا يستهدف شبح؟ منو هذا اللي قاعد يستهدف المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ وبالتالي طلعن المؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي ويقولن العراق بلد غير امن وممكن يستهدفونه في اي يعني دا. بالمناسبه يعني موضوعهن صح، هسه انا مو متعاطف ويا اي احد، لكن موضوعهن اذا طلع للخارج ترى ياثر علينا. هو بلبله الان احنا بلبله بلبله ووضع امني غير مستقر. قلت ليش ايش هذه اثاره بلبله؟ يعني اكو كم وحده قامت تصيحاني فقيره، واللغ قالت انا يا هلا بالموت، واللغ طلبت تخابر الداخلي اريد حمايات، واللغ هاي طلعت مسوي زجاج، هاي شنو؟ يعني هذول ايش يعطون رساله؟ ترى اخطر من رسائلنا نعطيها، ايش قد ما نقول العراق امن او شيء، بس هذول اللي دشوا فيهم بسيطات وتوقعين لا، هاي العالم يتلقفها العالم، عرفتي لولا؟ ويسوي عليه قصص. هذا الموضوع مثل قصة أنه هذول المؤثرين لهم علاقة بالدولة؟ مو هي هاي الربط اللي ما بي إثباتات. بس أنت ستفرح، يعني سؤال واحد، من دي يركبن هالسيارات وبوابة العراق الله يحفظك ب 350 و400 لا أنا ولا أنت لون بقميص أنا ما نقدر نشتري. مستحيل زين، أي هذه يعني مرات تصفنين، يعني تجيك ناس سعرها 300000 دولار زين، البقيه سياراتها هي هاي ركبتها كانت ام فهد الله يرحمها نقول ترى يمكن 120 ما ادري 130000 دولار. اي مو هو المواطن يسهل. هسه انت تطرقت لنقطه مهمه، الشقق الحديثه كلها الفاشنستات، تسهيل الاجراءات، بس اغلبهم استاذ سرمد اغلبهم والله هاي دي يحكوا العالم، والله ما طاب بيها ولا شايف. مو اللي دي يحكوا العالم، ما ينزل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. هسه هم اللي دي يقولون عندنا هيك شيء، ويقولون عندنا الشده مثل ما نعطيها خرده للاطفال. سمعتي هاي 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 وحدها، شوف ايش قد ثارت هذه، والنوبة ببرنامج عربي يمكن تقول لها يعني شده اعطيها الطفل بابا تجيب الشده. هو هنا النقطه، اي وين الرقابه؟ وين المحاسبه؟ وين راح نوصل بعد كل هاي استاذ سرمد؟ هذا شغل الداخليه اعتقد. والداخليه والجهد الاستخباري شلون تقيمه بهذه القضايا، بهذا النوع من القضايا؟ يعني ان شاء الله موفقين بعملهم، بس يعني لي ملاحظات كثيره في هذا الموضوع. هل موضوع ما يحدث اليوم اخطر من الارهاب استاذ سرمد؟ وبصراحه هو والمخدرات متقارن واخطر، اثنيناتهم مستوى خطوره داعش. داعش هسه وين خطورته؟ بالصحراء زين، بتشول. هذول خطورتهم بهذه مواقع التواصل اللي تصل سريعا. ترى بالمناسبه هسه شوفي اهاليتنا وهذه بالبيت ما حد قام يشوف تلفزيون، كلها لازم التليفون تتفرج، حتى الاخبار، الامور الطبيه، الامور الدينيه كلها يتفرجوها بالتليفون. عرفتي لو لا؟ هذه خطره. هسه القاتل حر طليق وما نعرف من هو، والجرائم السابقه تركت سائبه ومفتوحه، هذه المعطيات اللي عندنا. راح يتكرر هذا السيناريو؟ ممكن تصفيه اي شخصيه الجهه المجهوله اللي تريد تصفيها؟ ليش الامريكي اللي انقتل بالكراد راسا لزمه والقاتل مالته؟ انت تحيرني استاذ سرمد، ما راح تتذكري. اذا على جهه وجهه ما اعرف، بس القاتل انحكم بالمناسبه، يعني حكم قبل شهرين وانعدم، ما اعرف شنو كان حكمه، لان هو ما اعرف صدر بيان بها من قبل عام القوات المسلحه، بس شلون انكشف راسا يعني فورا؟ اذا هي على ناس وناس، هي اكو قتله بسرعه ينكشفون، ما اعرف هل هي ما تعرفين هل هو اللي ذاك اختاله بالكراده؟ بس هاي هم زيونه، هاي هم زيونه، كلها كاميرات مراقبه زيونه، حضرتك رايح لزيونه واكيد كلها كاميرات مراقبه، شلون ممكن مرور هذا ابو الدليفري ويروح يجي فرح؟ هاي الاسئله مالتي ومالتيش، خليها قبال السيد وزير الداخليه ونقول له يابا انت مسؤول عنها من هذه المواطنين، قبال السيد رئيس جهاز الامن الوطني، يا اخونا يا استاذ ابو علي ترى الوضع مالتنا ما اعرف، يعني احنا ما نريد تشوه صوره العراق، ما نريد تشوه صوره العراق. الرجل هسه الرجل دا يشتغل وخدمات واعمار ودا يحير شي يسوي وما ينام ويجتمع ويا المدراء العامين، هاي الشغلات تجي تاثر على هذا العمل. منو دا يدعمها استاذ سرمد؟ اكيد هسه انت من وجهه نظرك انت هسه انسان مواطن أكو ومؤثر ايضا في مواقع التواصل، اكو امور يجوز عقائديه، اكو امور انت وجهت سؤال للوزير الداخليه قلت له انا تعرضت لتهديد؟ هسه حضرتك من ابني انضرب واجاني المستشفى، ليش ما يعرف ما ضربه؟ زين شنو كان رد؟ وفر لك حمايه؟ وفر لك احد ال يعني ال خلينا نقول بروتكت معين لو لا؟ يعني بالبدايه نعم، يعني بعدين يعني تعرفين الامور طبيعيه، ايش تسوي؟ زين يعني الحمد لله والشكر، يعني بس ما أنا اطلع واجيكم لا وحدي، هاي كلها وحدي والله، ما عندي اي واحد وياي، اي شخص ماكو وياي،
اطلع هذه ابقى الاربعه الخمسه الصبح القنوات بالعربيه يكلمون بي، ابقى ارجع البيت بالاربعه بالخمسه الصبح بالسته الصبح ابقى بالقنوات من يصير امور امنيه. ما حضرتك رفعت دعوه على اللي هددك بمواقع التواصل الاجتماعي ويجزك مسيرة؟ لا والله لا ابد والله، مو قلت لي شو قالت لي كان قريتش هسه راح يشكل تشكل عليك وزاره الداخليه تقول لك ليش ما قدمت بلاغ. ما نعرف اسماء وهميه ست، اسماء وهميه زيادة. ولا على جي بي اس التليفون ممكن توصل لا 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 احنا نعتبرهم دول يعني نقول هو طبعا هم غلط من عندنا، انا اعترف بخطاي فعلا والله العظيم كلامك عين الدقه والسلام، لانه المفروض راح نتخذ بها اجراء، لكن نفسه نقول ما اريد عداوات فاتركه يحكي خليه. انت متى تعرف هو راح ينفذ تهديده ولا ما راح ينفذ تهديده استاذ سرمد؟ لربما هذا راح ينفذ تهديده لا قدر الله ان شاء الله العمر كله، واكو جهات تدعمه. حضرتك بتصريحات معينه ضايقت بعض الناس لذلك طلبوا تصفيتك بشكل كامل، غير تراجع بهذه التحقيقات. تعرفين ست فرح يعني هسه ما اريد نطلع خارج سياق البرنامج، بس تعرفين ايش قد علي ضغوط من الاهل والاصدقاء والهذي، يعني الموضوع اللي نتكلم به الامن تعرفين خطر جدا، خطر طبعا. جدا منها خطر داعش، تعرفين هسه هاي المخدرات اللي نتكلم عليها هذول اخطر تهديد، لان هذول يمتلكون اموال عندهم استعداد يطلون ايش قد ما يقول لهذا اللي يحاربنا. فهمتي لولا طيب. هذا وضع العراق، لكن احنا نقول ان شاء الله الامن والامان للجميع، لكن ست فرح ارجوك تاكدين بكل ظهور يجب تنفيذ العقوبات الحقيقيه، اذا ما تنفذون راح يوميا اجي شاني هنا اطلع واقول نفذت العقوبه لو ما نفذتوها ان شاء الله. لكن سؤال لحضرتك، جرائم نوعيه وتتعلق بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي راح نشوف اكو شخصيات راح يتم تصفيتها على طريقه ابو الدليفري لولا؟ ما اعتقد راح تتوقف يعني حقيقه، لان انا اعرف بعض الامور يعني ربما يختلف وياهم بشيء معين او يعتقد بانه هذه بعض الامور قد تكون اسلاميه، يقول لك هاي تفسد بناتنا وشيء، اكو ناس ترى هيك شيء يتصرفون اقتلها بها اجر، اكو ناس هيك شيء يتوقعون ترى، واكو ناس لا، اكو ناس عداوات وبيناتهم هم عداوات ست لا تنسين. هاي هددت هاي وفلانة هددت هذه بيناتها هاي شو العد، هاي مو خطفوها مو قدامنا مو شفنا الحمد لله وشكر كل شيء نشوفه فيديوهات واضح وأولادنا دا يشوفوها خوش يعني هذه والله هذه مشكلة قصص بوليسية. أرجوش أكدي على هذا الموضوع وموضوع تنفيذ العقوبات شكرا أرجوك. جزيلا للخبير الأمني سرمد البياتي حياك الله. أسأل الله لك العمر الطويل والسلام إن شاء الله. شكرا جزيلا. ملفنا الثاني لحلقة هذا اليوم راح يكون عن اليوم العالمي لحرية الصحافة، وراح نفتحه وياكم بتقرير انفوغراف لنتابع. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع ممثل لجنة دعم الصحفيين في العراق الأستاذ صلاح الزبيدي حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك. من أربيل ينضم إلينا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ محمود خوشناه وحياك الله أستاذ محمود. حياكم الله وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ صلاح ونبدأ من اليوم العالمي لحرية الصحافة، شلون نشوف الصحافة في العراق؟ بداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام وللضيف العزيز أستاذ محمود خوشناو العزيز والقريب من القلب. طبعا هذا اليوم يعتصر الألم فيه، هذا اليوم اللي هو 3 مايو يذكر الحكومات ويذكر السلطات المعنية بأحقية العمل الصحفي وتنظيم
ودعم العمل الصحفي والإعلامي في العراق، ولكن للأسف ما نشاهده في هذا اليوم أنه العراق وحسب منظمة صحفي بلا حدود والتقرير الذي أعد كذلك حتى من لجنة دعم الصحفيين اليوم، نعم، العراق بالمرتبة 169 من أصل 180 دولة. هذه المؤشرات هي مؤشرات خطرة على العراق، كون اليوم العراق يعتبر متدني من هذه المؤشرات المعنية بالانتهاكات والخروقات القانونية. طيب. العمل في العراق عمل صعب، وعمل خاصة الإعلام، وخاصة نحن نطلق على هذه العمل المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها أنه مهنة المصاعب ومهنة المتاعب. حقيقة لو نسرد كثير من ما حدث خلال هذا العام فيطول الكلام، ولكن هناك خروقات أمنية وهناك انتهاكات قانونية. الانتهاكات القانونية هي ما تكون دائما من السلطات المعنية في الدولة، سواء كانت في بغداد أو سواء كانت في الحصول على المعلومة أساسا، من ناحية الحصول على المعلومة ومن ناحية المضايقات على الإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية. طيب. ولربما وصل بنا الحال حتى المضايقات على المؤسسات الإعلامية، لم يكتفوا بالعاملين بل ذهبوا إلى المؤسسات الإعلامية، وما شاهدناه مؤخرا من حملة الاعتقالات. وأنا دائما بخطابات التلفزيونية أتوجه نحو الإقليم كون المؤشر الخطر، وحتى اليوم بالأمم المتحدة أدانت الإقليم بالانتهاكات. منظمة العفو الدولية أصدرت بيان، نعم، وذكرت هذه النقطة. أدانت الإقليم كردستان، ونحن بدورنا كلجنة دعم الصحفيين ذكرنا ونبهنا وشددنا. طيب. وأدنا الانتهاكات القانونية، وكذلك يعني لربما كان في يوم من الأيام وسيط معي الأستاذ محمود خوشناو لقضية أحد الأخوة الصحفيين. اليوم في إقليم كردستان حتى النقابة مجيرة حزبيا، ليست مجيرة إعلاميا. نقابة الصحفيين في إقليم كردستان. نعم، مجيرة حزبيا، تتعامل بحزبية وتتعامل بديكتاتورية مع العاملين في المؤسسات الإعلامية. بين هذا الصحفي وبين ذاك الصحفي. غانيكم على أن المؤسسات الإعلامية منقسمة إلى عدة أقسام، هناك فوضى في العمل الإعلامي، هناك من يدعم مؤسسات إعلامية غير مرخصة وغير تابعة إلى هيئة الإعلام. هذا السؤال رح أتوجه به إلى القيادي في الاتحاد الوطني. حياك الله أستاذ محمود مرة أخرى. منظمة العفو الدولية أصدرت بيان ذكرت فيه بأن ادعاء سلطات إقليم كردستان بأن الإقليم يقيد الصحفيات ويعتقل الصحفيين، شنو رد حضرتك على هذا البيان؟ بدءا دعيني أحييك والأخ العزيز القدير أستاذ صلاح. حياك. وجهوده في دعم الصحفيين ومتابعة مشاكل الصحفيين والصحافة بصورة عامة لهذا البرنامج ولمشاهديكم. حقيقة إذا تكلمنا عن وضع الصحافة بصورة عامة في الدولة العراقية وتكلمنا عنها في الإقليم بالتحديد، ربما يجب أن ننوه إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن يعني يدركها المشاهد وأيضا حضرتكم، بأن إذا تكلمنا عن البنية التشريعية فالإقليم لديه قوانين كبنية تشريعية من أفضل القوانين في المنطقة وفي العراق وفي المنطقة. إذا تكلمنا عن قانون الصحافة وقانون العمل الصحفي، إذا تكلمنا عن قانون الحصول على المعلومة، ربما كبنية تشريعية فهي متقدمة ومعاصرة وفعلا تحمي الصحفيين. هذا من جانب البنية التشريعية. إذا تكلمنا من ناحية البيئة السياسية والتعامل السياسي، وتكلمنا عن تقدم أم تراجع في حقوق الصحافة بصورة عامة وحماية الصحفيين، أنا أتفق ربما مع مقولة بأن هناك تراجع لهذا الشيء في إقليم كردستان، لكن ليس بهذه الطريقة التي توصف، يعني ليس بهذه الضخامة التي توصف بأن الوضع في إقليم كردستان بهذه الشدة. على العكس، يعني إذا تنظرين بأن يعني رغم القيود الموجودة، التي بالمناسبة هذه القيود هي لا تتجاوز عمرها 5 سنوات أو 4 سنوات، ولو أننا بالضد نقف بالضد من هذه القيود، وبالتأكيد ندعم الجهات القضائية التي تتعامل مع الصحفيين وفق قانون الصحافة. تعلمين بأن حتى العقلية والذهنية لدى سادة القضاة عندما يكون هناك قضية تتعلق بأحد الصحفيين فهم يتعاملون مع الصحفيين وفق قانون العقوبات العراقي، وهذا بحد ذاته يعني جزء من المفهوم القضائي. طيب. لعملية التعامل مع الصحفيين لا يجوز أن يكون التعامل، يعني عندما إلى إذا تسمحي لي إلى تجديد ثقافة التعامل مع الصحفيين وفق قانون العمل الصحفي،
ربما نصطدم مع رؤية القضاة الذين يتعاملون دائما بقانون العقوبات. عموما نحن يعني كاتحاد وطني الفلسطيني بالتحديد نعمل على دعم الصحفيين بطريقة قانونية، ويجب أن نوفر البيئة الإعلامية والبيئة السياسية. لكن هناك يعني الكثير من الكلام، لكن أنا أريد أن أتكلم بصراحة. التراجع يجب أن نبحث عن ما هو سبب التراجع في هذا الأمر، سواء كان على مستوى الدولة العراقية بصورة عامة أو حتى على مستوى الأقليم. هناك تراجع في الدولة العراقية، ذكر الأستاذ صلاح بأنه من مجموع 180 ودولة العراق تراجع في عام 23 كان مرتبته في 167، لكن في عام 24 أشهر الثلاثة الأولى العراق تراجع إلى 169. أستاذ محمود، يعني المشكلة في أقليم كردستان واضحة. حضرتك قلت تراجعات، لكن أنا راح أقول لك رأي مغاير. في أول ثلاثة أشهر من عام 2024 ثلاث صحفيين في أقليم كردستان تم اعتقالهم ومغيبين حتى هذه اللحظة. هذا ما عدا أكو 37 حالة اعتقال صارت في 23 للصحفيين بأقليم كردستان، ويسموهم بالأقليم بالمغيبين، يعني ما لهم مصير واضح. لا، ليس مغيبين. إذا كان الكلام عن الصحفي قهرمان شكري أو الآخرين شيروان، أنا لدي إلمام كامل بملف الصحافة في الأقليم وقضية الاعتقالات. أنا قلت تراجع، لا أريد أن أتكلم سوى بشفافية في هذا الملف حتى نوضح لحضرتكم وللمشاهد الحقيقة. لكن في نفس الوقت هناك جهد آخر يقابل هذا التراجع، جهد يعمل على تثبيت البنية التشريعية في عمل الجهات الأمنية وأداء الجهات الأمنية في إقليم كردستان، وأيضا التعامل مع القضاة. هذه الملفات ملفات بعضها سياسية. الملفات التي تحدثت حضرتك تم تلبيس هؤلاء الصحفيين ثوب التجسس أو العمل السياسي مع جهة محظورة ربما لدى طرف معين. لكن بالتالي أنا أتفق مع كلمة التراجع، لكن في نفس الوقت يعني على سبيل المثال اليوم السيد قباط طالباني اللي هو نائب رئيس مجلس الوزراء في الإقليم أعلن بأنه رغم الفروقات الموجودة ورغم التراجع الموجود، لكننا بدأنا منذ سنة، يعني عام كامل على تشكيل جبهة سياسية، جبهة اجتماعية، جبهة إعلامية لدعم الصحفيين والعودة إلى الأصل والعودة. المشكلة أستاذ محمود بصراحة، بس بجزئية صغيرة، فقط هذه الجزئية، وتفضل إليك وقتك. يقال أنه عائلة السيد مسعود برزاني هي من تعمل على هذه الاعتقالات لصحفيين يخالفون هذه العائلة بالرأي. أنا أقول لك رأي الشارع الكردي بأمانة وبصراحة. البني لو كان أحد الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني الموجود لكنت تشعبت في هذا الموضوع أكثر، لكن الحق الرد مكفول لحضرتهم، هم اللي يتكلمون هذا الموضوع. لكن بصورة عامة الاعتقالات هي موجودة في محافظة دهوك، يعني أكثر الاعتقالات هي موجودة في محافظة دهوك، وبالتأكيد الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني هم مسيطرين على الأجهزة الأمنية هناك. لكن هذا الملف قيد المعالجة، يعني يجب نحن في الاتحاد الوطني مع شركائنا الأساسية في الإقليم وبالتحديد في نقابة الصحفيين أن نذهب إلى يعني دراسة هذا التراجع والبدء بعملية، يعني كما ذكرت في حواري، بأن ندعم البنية التشريعية ونذهب إلى وضحت الفكرة. نعم، إذا تسمحي لي، إفهام الجهات المختصة بالذات الجهات القضائية أن تتعامل مع هذه الملفات وفق قانون الصحافة. أعود أقول بأن السيد قباط طالباني أعلن اليوم بأن سنذهب يعني كشيء رمزي وداعم للصحفيين، سينشأ في قادم الأيام نصب تذكاري تحت عنوان حراس الحقيقة، وهذا بحد ذاته رسالة لجميع الجهات السياسية التي تحاول أن تقيد عمل الصحفيين والصحافة بصورة عامة. طيب، إذن أستاذ صلاح، أكو نصب تذكاري في قادم الأيام والأمور طيبة جدا، أكو حرية وأكو تراجع للعملية، تتفق مع وجهة النظر هذه لو لا؟ والله حقيقة يعني ربما أنا عندي جرأة وعندي مساحة أكثر مما لدى الأستاذ محمود بهذا الموضوع. أتفضل. كون اللجنة مستقلة وغير تابعة لأي جهة معينة، ما تحدث به أستاذ محمود خوشنا ومتفضلا جزءا ما هو حقيقة وواقع صحيح فعلا، وجزءا ما يعني جمل بعض الصور الموجودة في الإقليم، ولكن أنا اليوم أتكلم بارتياح وأتكلم بصراحة. طيب، واقعية. شنو هي الصراحة؟ أنا أتكلم عن كسر حاجز الصمت للأخوة في إقليم كردستان. الحزب الديمقراطي، إذا نرجع إلى المسميات، الحزب الديمقراطي يمارس سياسة تكميم الأفواه في إقليم كردستان.
وإذا أردنا أن نكون أكثر وضوحاً، أنا الآن قبل لا أدخل إلى الاستوديو وصلتني رسالة من أحد الأخوة في إقليم كردستان، أي؟ الآن عليه تهديدات وأبلغوا أنه يقدم استقالته من نقابة الصحفيين ويقدم استقالته من إحدى المؤسسات اللي يعمل بها حكومياً في إقليم كردستان، وإلا يتم تصفيته. من هدد أستاذ صلاح؟ الحكومة في إقليم كردستان أو بعض التابعين إلى الجهات الحكومية. طيب. فلذلك إحنا اليوم إذا نتكلم بشفافية، هناك سياسة تكميم الأفواه تمارس في إقليم كردستان، وأنا طالبت بعض الأخوة أنه كسر حاجز الصمت والتكلم والحديث ونشر كل ما يدور بكل شفافية، ولكن امتنعوا كون السلطة الحاكمة في إقليم كردستان بقادرة بخلال سويعات أو بخلال دقائق يتم محيهم من الأرض. لحد الآن لا يزال هناك سجون مغيبة فيها صحفيين وفيها ناشطين وفيها صحفيات وإعلاميات كذلك في هذه السجون. يجب أن يكون عندكم دليل أساسا. لدينا الأدلة، ولا نتكلم أنا من الأدلة ومن عين الأدلة، وموجودة عندي صور موثقة بها كيف يتم التعذيب وكيف يتم الإقصاء وكيف يتم التعامل مع الأخوة الصحفيين في إقليم كردستان. هذه الأدلة للصحفيين فقط لأنهم عارضوا الحكومة في إقليم كردستان؟ لربما شوف خلي نتفق على جزئية واحدة، أنه لكل مؤسسة لكل حزب لديه مؤسسة إعلامية. طيب. لكن الغير إيجابي بهذا الموضوع أنه يتم تصفية الحسابات عبر الإعلاميين أو العاملين في هذه المؤسسات. اليوم الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان جميعهم لديهم مؤسسات إعلامية. طيب. ولديهم كوادر إعلامية تعمل في هذه المؤسسات، ولكن هناك تصفيات تكون عبر هذه المؤسسات أو العاملين في هذه المؤسسات. اليوم ما يدور في إقليم كردستان ليس كما يقال، أنا في صلب الموضوع ومتداخل مع الأخوة الصحفيين في إقليم كردستان وأنقل جزء من ما يشعرون به، إرهاب تعسفي في إقليم كردستان ضد الصحفيين، وسياسة تكميم أفواه ودكتاتورية موجودة في إقليم كردستان لا تزال إلى هذه اللحظة. هذه النقطة اسمح لي أن أوجهها للأستاذ محمود. إذا أستاذ محمود، أكو قمع، أكو اضطهاد، أكو منع للحريات في إقليم كردستان، شنو رد حضرتك على ما تفضل به الأستاذ صلاح؟ أنا جل احترامي للأستاذ صلاح، يبدو أنه على اطلاع في بعض الجزئيات لكن ليس بهذا الشكل. ربما بعض الأخوة يعني يحاول أن يضخم هذا الأمر. على سبيل المثال للحصر، القنوات الإعلامية التابعة لأحزاب المعارضة في إقليم كردستان ومؤسساتهم الإعلامية سواء كانت المؤسسات الصحفية أو حتى المؤسسات المرئية المسموعة المقروءة متواجدة في الإقليم، ونسمع ويوميا كنا نرى مظاهرات في محافظة سليمانية والأخضي والنواحي التابعة للمحافظة السليمانية، والشعارات التي كان يرفعها المواطنين غير الصحفيين أيضا، يعني ناهيك عن الصحفيين، الكثير من الصحفيين والمواطنين العاديين كانوا يرفعون شعارات مناهضة للسلطة السياسية في الإقليم. هي ليست بهذه الطريقة. نعم هناك اصطدام بين المؤسسات الأمنية وبعض الأخوة الصحفيين، وأنا قلت في حواري أنا لا أدافع عن طرف أمني معين في إقليم كردستان بأنه ينتهك قانون العمل الصحفي في الإقليم بحد ذاته وليس قانون آخر. فعلاً هذا فعلاً تكلمت عن القضاة، بعض القضاة يتعامل مع قانون العقوبات يتعامل مع الصحفيين وفق قانون العقوبات ولا يتعامل وفق قانون العمل الصحفي. أنا تكلمت عن هذه الخروقات الموجودة، لكن بطريقة يعني بهذه الطريقة الضخمة وبهذه الحالة التي يمر بها إقليم كردستان غير صحيح. يعني في أبيل وفي دهوق وفي سليمانية ربما هناك أمور متباينة، ربما في سليمانية المساحة أوسع وأكبر وربما، ولكن أستاذ محمود، أستاذ محمود، هذا ما قالته منظمة العفو الدولية، قالت أن الإقليم هو منارة لحرية الصحافة، هو أمر مثير للسخرية. أنا لا أتفق مع هذه المفردات، لأن الإقليم كانت وستبقى حاضنة وملاذ آمن للجميع، لكن أنا تحدثت عن تراجع. أنا أقرر يعني أقرت بأن هناك تراجع، وهذا بحد ذاته عندما نقول تراجع على مدى 5 سنوات الماضية يعني إقرار من عندي ومن المؤسسات السياسية وبالتحديد اتحاد وطني كردستاني بأن هناك نوع من الثقافة ونوع من الذهنية ونوع من المزاج الذي يحاول أن يحتكر ويقيد عمل الأخوة الصحفيين والعمل الصحفي في الإقليم، لكن في نفس الوقت لابد أن نتكلم عن الجهة المقابلة التي تحاول أن تصحح هذا المسار وتضغط باتجاه المقابل. كل على كل هذا التأثيرات، نعم كل هذا التأثير والتأثيرات ما يحصل في إقليم كردستان تحديدا أربيل من تقييد للحريات، كيف ترى سيؤثر على نتائج وإفرازات انتخابات الإقليم المرتقبة؟
نحن نعمل على زيادة وعي الناخب والمواطن بصورة عامة بما يتعلق بالمؤسسات الرسمية والغير الرسمية المرتبطة بالحكومة والغير مرتبطة بالحكومة والمؤسسات الدستورية الأخرى. هذا الوعي ربما هو الذي سيحدد البوصلة للعمل على الانتخابات ومنهاج القوى السياسية. نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني صراحة نفتخر بأن ندعم الصحفيين وندعم من قبل الصحفيين، رغم بعض الملاحظات ربما استاذ صلاح وغيره لديهم ملاحظات، وأنا ربما نحن أيضا لدينا هذه الملاحظات، لكن بصورة عامة نعتبر أنفسنا كاتحاد وطني كردستاني رأس الرمح في تصحيح مسار التعامل مع الصحفيين وفق كما أسلفت قانون العمل الصحفي وقانون الصحافة وأيضا قانون الحصول على المعلومة والتجذر الثقافة الأمنية في بعض المؤسسات نحن نقف بالضد منها ونحاول أن نصح هذا المسار بالطريقة التي نستطيع أن نغيرها. وبالتأكيد الانتخابات البرلمانية في الإقليم ربما سينتج عنها خارطة نيابية جديدة وينتج عنها خارطة سياسية جديدة وتشكيل حكومة بطريقة جديدة، وهذا بالتحديد بالتأكيد وبالتحديد سيأثر على العمل الصحفي وكيف التعامل مع الأخوة الصحفيين. أستاذ صلاح، هل تدار الصحافة والإعلام في إقليم كردستان بالحديد والنار؟ يقينا بهذا التسمية صحيح بين الحديد والنار. أنا أتفق أنه السليمانية هي أكثر منطقة آمنة للعمل في البيئة الصحفية، ولكن ما يشتد الطوق وما يشتد العنف والانتهاكات هو في إدهوك وفي أربيل بالتحديد. يعني أنا أسمي الأشياء بمسمياتها، لا أخشى لومة لائم أو أخشى كلمة من أي شخص، ولكن أنا اليوم أتفق بجزء مثل ما تفضل به، نأمل بتشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان تدعم الأخوة الصحفيين. أنا تواصلت مع نقيب الصحفيين السيد آزاد في أربيل، رجل بعيد عن الصحافة وبعيد عن الإعلاميين وبعيد عن المؤسسات الإعلامية، ويتعامل بفوقية ويتعامل بشخصنة الأمور، ويتعامل حتى أسلوبه في الكتابة ببعض المجموعات الصحفية يعني بعيد كل البعد أن هذا الشخص يمثل نقابة الصحفيين في أربيل، وهذا متفق عليه. ولكن اليوم أبلغت جنابكم، لولا التهديدات والمضايقات وحتى قطع الأرزاق في بعض المؤسسات الإعلامية يصل الحال بها، والله لو لكان كل الأخوة الصحفيين يخرجون ويطالبون بإقالة هذا النقيب في أربيل، وكذلك ينددون بالانتهاكات الصحفية. ولكن نعلم نحن جميعنا اليوم من يتكلم بالحق أما يقطع رزقه أو يقطع رأسه، هذا معروف عليه متعارف عليه يعني بالتالي. شكرا جزيلا ممثل لجنة دعم الصحفيين في العراق الأستاذ صلاح الزبيدي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل شكرا لتحت هذه الفرصة. من أربيل القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ محمود خوشناوي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذن قبل أن نروح وياكم للموجز الخبري، خلونا نستعرض أبرز ما جاء في منصة إكس اليوم العالمي لحرية الصحافة لنتابع. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. الشيخ حمام حمود يدعو نقابة الأطباء إلى مساهمة فاعلة في تطوير الواقع الصحي.
السوداني وباسل طالباني يؤكدان أهمية إدامة التواصل والحوارات البناءة بين القوى السياسية. وزارة النقل تعلن تسيير رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة بدءا من تاريخ 18 من آيار الحالي. هيئة النزاهة تعلن الإطاحة بمسؤول في دائرة صحة نينوى وضبطه متلبسا بالرشوة. الهجرة والمهجرين تعلن توزيع صكوك منحة 4 ملايين دينار لأكثر من 100 أسرة عائدة إلى سنجار. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.